حلو أوي. تاني حاجة نفتح مثلا صفحة، صفحة الإسكال مثلا أهي مثلا، تمام. فيها بقى إيه؟ في إيديتنج، فيها كومنت، وفيها صفحة دول بس صفحة رحت على فيديو بس مش أكتر، تمام. طيب زي بقى نعمل الصفحة دي تحدد عايزين نعملها، تمام. نكتب مثلا ماي بروفيس أونلاين موقع عادي مثلا وورد بريس مثلا أدمن، نكتب عنوان ده، تمام. نخش عليه بعدين نكتب يوزر نيم وليكن مثلا أي حاجة اللي أنا بديهولكوا طبعا، الباسورد وليكن مثلا مثلا هنخش على البيجز، طبعا شوية محتويات بقى الموقع على الصفحات البوستس الكومنتس هاك سبام حاجات كتير كده غريبة يعني، ودي برضه تقال ايه الكومنتس يمكن مش هتفيدنا أوي دلوقتي، بس ناخد حاجة زي البيجز نقول مثلا البيجز مثلا يعني البيجز يدخل بكل الصفحات اللي عندنا دي كلها. نروح على ادمن صفحة جديدة، طيب دي بقى الصفحة الجديدة بتاعتنا، هي كده تاني خطوة مهمة.